النهاردة جايب لكم عرض جديد من عند معرض شاهد أجهزة فرز أول وفرز تاني بالضمان والكرتونة وشحن وحافظات بسعر المستعمل يا جماعة. أبو شاهد عمل لكم عروض جامدة جدا بعد العيد على التلاجات، غسالات، فريزرات، عندنا بوتوجازات، عندنا الشغل كمان المستورد بواقي التصدير هتلاقوه موجود هناك، كل الماركات والبراندات هتلاقوها من أول ال جي، يونيون اير، عندنا التورنيدو، عندنا التوشيبا، عندنا كمان المصانع الحربي، عندنا شغل كتير جدا هتشوفوه النهاردة معانا في الفيديو بأقل الاسعار. الميزه في المكان هناك ان انتوا بتاخدوا الفرز الاول بسعر الفرز الثاني، ولو عنده حاجه فرز ثاني بتبقى بسعر المستعمل، والفرز الثاني عنده بيكون ايه، تجريحه، خربوش، عب، شيل، حاجات بسيطه لا تذكر، انما الجهاز نفسه شغال وبكفاءه. وفي حاجات عنده كمان حاططها لكم فرز ثاني عشان خاطر الكرتونه متبهدله، يعني حاجات تنفع لعرايس يا جماعه. وعنده فرز اول بالضمان والكرتونه، جهاز عروسه كامل هتاخديه، كل جهاز هناك عليه خصم ما يقلش عن 3 و5 و7000 جنيه كمان في الجهاز الواحد عن اي معرض بره تاني، مستورد يد اولى بيجيب من قلب المصانع، يعني بتاخدي اول يد فالاسعار هتبقى اقل من بره بكتير، ولو انت في مكان بعيد ينفع يتشحن لك. فكملي الفيديو بالله عليك لايك وشير، وعلى بركه الله نبدا الجوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا ابو شهد؟ الاخبار؟ شايفه تشكيل ما شاء الله عليه، ثلاجات وانت طيب. عروض بعد العيد عند معرض شهد يا جماعه، هنبدا بايه النهارده؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. عايز اقول لهم بس ان احنا عندنا شحن كل المحافظات بمقابل رمز. تمام. بالذات اتجاه واكي ابني لازم يبعتوا لنا عربون عشان في تمام واحد معدوم الضمير خلاني يبعت له جهاز عروسه كامله ما استلموش وبهدلني الشغل. يريد انا دفعها اكثر من 4000 جنيه. تمام. هنبدا بايه ان شاء الله؟ هنبدا معانا البوتوجاز ده. البوتوجاز ده اسمه ام جي. ده بوتوجاز ام جي. اه تمام. افصل المروحه معلش يا مصطفى. 60 في 90. ده 60 في 90. ده شغل كله قطر اسمي ما شاء الله. والاطار ده ذهبي. حلو قوي. الاطار ده ذهبي باين معانا من هنا. بص اهو يا جماعه الوش ذهبي كله زي ما انتم شايفين. ده فرز اول. ضمان 10 سنين يا جماعه. حلو جدا ده. كل حاجته موجوده. بصوا حلو قوي. وشايفه معانا برضو تايمر ديجيتال. اه مفتاح حلو قوي. تمام. عالي جدا جدا. شكله تحفه بجد. ده عليه خصم ان شاء الله 17.5 عامل 15 200. 15 15 200. 15 200 بدل 17.5 ب 15 200. فرز اول بضمانه 10 سنين. هيكون معانا ايه تاني؟ معانا كده ماستر جاز. ده ماستر جاز اللي هو ده يا جماعه. عايز حاجه هاديه شويه برضه. 60 في 90. الوش استانلس. الوش بتاعه كله استانلس. الشمبر احمد. بص كده معانا طبعا في امكانيات مروحه وشواء اشعال كل حاجه موجوده. ضمان 7 سنين. ضمان 7 سنين. عذرنا المكان ضيق بس بصوا اهو يا جماعه حلو قوي. تمام. 7900. ده 7900. 7900. انا عايزه اقول لكم هو العروض دي بيعملها للمتابعين بس، هو سعره اصلا كام؟ 8750. بنعمل عروض للمتابعين ان شاء الله. تمام. في معانا حاجه زي كده برضو. ده يونيون اير. جوست. بصوا انا عايزه اوريكم بس عرضه كام؟ 7850. النهارده المتابعين بكام؟ 6750. ده عرض عشان خدمه متابعين مكه ب 6750. يعني فرق 1100 يا جماعه. ما خربوش حاجه خالص. الحمالات ظهر. تمام. كوش حاسس 60 في 80. ده فرز تاني خرابيش بس لا تسقط. تمام. تسلم ايدك حلو قوي. معانا بقى ستار فيجن فرز. تمام. فرز اول ضمان 5 سنين. ستار فيجن يا جماعه مكتوب عليه 7000 وكسور. انا عايزه بس اوريكم 7400. النهارده هناخده بكام؟ ب 6950. ده اللي هو ستار فيجن يا جماعه فرز اول بالضمان. فيرست كوك. بصوا بصوا فيرست كوك يا جماعه. مش قاعد معانا بسم الله ما شاء الله بيتجدد على طول عرضه. حلو قوي ده. والتايمر ديجيتال مفتاح يكون مفتاح شويه. ده شركه سعوديه حاجه محترمه قوي. دي شركه سعوديه. بصوا حلو جدا. مروحه وشواده ده من 7 سنين. ده من 7 سنين فرز اول. ده بتاع 9700. ب 9700 يا جماعه ركزوا معانا في العروض دي كلها عند معرض شاهد. عندنا الفريزر. ليزر ستار فيجن اوف بي 350 جنيه. ده فريزر. تمام. اتنين باب زجاج. تقدروا تشيلوا الازاز ده لو مضايقكم بس هو حلو جدا وامان. تقدروا تشيلوا الباب اصلا. مفتاح وكل حاجه. ده بالضمان فرز اول. تمام. وكام ده النهارده معانا؟ ان شاء الله هيطلع بدل 12800 يطلع 11500. ده ب 11500 فرز اول بالضمان يا جماعه. بصوا بصوا ده وحش. ده بصوا قد ايه؟ لون اسود اهو. ده كل ستار اسود والكرتونه والضمان لونه اسود بسعر الفرد الثاني 2.7 اهو جواه والضمان وكل حلو قوي قوي. موتور زانوس حاجه عاليه جدا. ده فرز اول بسعر الفرز الثاني كام النهارده؟ ب 13250. ب 13250. الفريزر الوحش ده كله ب 13250. تمام. معانا برده ده بريميوم.
ده اللي هو الاثنين دور يا جماعه، اثنين دور اهو، اثنين فرن. امان كامل فرز تاني. ده فرز تاني عشان خرابيش برضه. لا في خبطه في الجنب، انا هوريها لك. خبطه في الجنب، حلو قوي. ده اثنين فرن فوق وتحت زي ما انتم شايفين. عندي منه فرز اول، الفرز تمام 18 ونص. حلو جدا. والتاني ب 13 بس. ده ب 13000 جنيه. بص يا جماعه، دورين على 13000 جنيه. بصوا الخط هوريها لكم برضه. تمام. بصوا اللي هي في الجنب دي يا جماعه، بصوا ده طالع معانا فرز تاني عشان الخطه اللي في الجنب دي هتاخده بتجاز دورين زي ما انتم شايفين. اتنين فرن، مش فرن وحافظه، لا اتنين فرن. قلنا كام؟ 13000 بس. 13000 هيجي معانا برده حاجه زي كده. طب تعالى لنا كده افتح لنا برده. ده الاي كوك يا جماعه، الفرز فرز تاني، اي كوك فرز تاني. الحوامل بتاعته مختلفه، حوامل زهر تحفه، حلو قوي دي. وسمارت وامان كامل، وسمارت وامان، ضمان الشركه كمان، ضمان الشركه. وده كام برده النهارده؟ ده فاكر ما كنا بنبيعه ب 17 ونص اول؟ كان اول ب 17 ونص. تمام. ودلوقتي ب 12750. ركزوا، 950. انا عمال انقص لكم. سمارت حاجه حلوه قوي يا جماعه، والله تحفه، تسلم ايديك. عندنا شحن، بصوا الجمال ده، حلو قوي ده برده. ده الفريش ابو اير فراير من جوه، بصوا معاه اير فراير داخلي اهو، عشان يبان معانا اهو الاير فراير بتاعه. حلو جدا. النهارده هنعمله بكام؟ غرف برضو وحمرات ظهر، حاجه بس كده ان شاء الله. تمام. وسعره؟ السعر قول لي. اقسم لي. 12750 بس. ب 12750. والله تحفه، ب 12750 الفريش بالاير فراير الداخلي يا جماعه. هنيجي معانا لحاجه زي كده برضو، ده حلو قوي ده. بسم الله ما شاء الله، ده اسمه الايكون. الايكون؟ حلو قوي. محترم محمد معاك، حلو قوي. بصوا تحفه. شوايه بالعرض. شوايه وفرن وكل حاجه يا جماعه. النهارده ب 9000 بس. ب 9000 بدل 12000 النهارده ب 9000 جنيه. اول فرز اول يا جماعه. أول. تمام. هنيجي هنا برضو، ده ايه براند ايه ده؟ 60 في 80. الاثنين زي بعض. الاثنين دول بس ده اسود وده استانلس. الاثنين اللي هم جنب بعض دول يا جماعه زي بعض. كام النهارده؟ انا عايز اقول لكم مكتوب عليه 6750. النهارده هتاخدوه ب 5950، سواء الاسود اللي انتوا شايفينه ده، اعذرونا بس الجيل مساحه، وده السيلفر بتاعه. تمام. اللي عايز 4 شعله بقى، مساحه ضيقه، عايزه تمشي ب 4200. 4200؟ 4200 ضمان 7 سنين، فرز اول بالضمان والكرتونه. تمام. تسلم ايدك. بصوا الشغل ده موجود منه كميات، مش عندنا كميات يا جماعه ما شاء الله. وفي مخزن برده فيه شغل كتير، لو جايين حابين، لو بتتابعوني بقى فيسبوك او تيك توك، الفيديو هتلاقوه انزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب. لو بتكملوا على اليوتيوب لايك وشير. تشكيلة غسالات فرز اول وفرز تاني بالضمان والكرتونه وشحن محافظات، ركزوا معانا. هنبدا مع بعض بدي. سامسونج بواقي تصدير 7 كيلو. سامسونج بواقي تصدير 7 كيلو. من عاد اللي يروح يشتري بس بالذات الفرز التاني يطمن يشوف ان هي مش مسحوق. ان هي مش مستعمله يعني. لو في مسحوق يبقى مغسول، وكان يقول لك فرز تاني بقى. تمام. حلو قوي. بص حتى بص فرز اول يا جماعه في كل حاجتها زي ما انتم شايفين. انا اطلعها بس ما فيهاش كرتونه ولا فيها. هي فرز اول بس هطلعها فرز تاني. تمام. عشان الكرتونه مش موجوده ان شاء الله. كام النهارده يا ابو شهر؟ 18 ونص. ب 18 ونص. انا عايز اقول لكم مكتوب 20500، هتاخدوها ب 18 ونص. الله يخليك. والله الاسعار رفعت من قيمه 3 ايام 30% على التكييفات. والتكييفات الصحراوي. ايوه. الثلاجات قامت، يعني كل حاجه بترفع تاني. بترفع؟ لا احنا لسه بنبيع بالسعر القديم واقل كمان. تمام. عندنا البانيسونيك دي. كام البانيسونيك؟ بانيسونيك ياباني بقى، حاجه بس ياباني فخمه. 7 كيلو برضه، والسامسونج 7 كيلو عشان محدش. 7 كيلو والسامسونج الثانيه 7 كيلو. بصوا حلو قوي برضه معاها حاجتها. بسم الله حاجتها كلها جوه. بص يا جماعه ما اشتغلتش. تمام. بيشتغل 1200 لفه. ودي اول ولا تاني؟ باب عربي مرسيدس ما شاء الله. الباب المرسيدس. كام النهارده دي؟ بقول لك ايه؟ قول بكام؟ قلت لي 18 ونص. ب 18500 البانيسونيك دي يا جماعه، ركزوا معانا في العروض. الايطالي اللي هي المستورده والضمان 10 سنين. بصوا دي ايطالي مستورده، ضمان 10 سنين الضمان بتاعها اهو يا جماعه. وانت كاتب لي هنا هتتباع بكام؟ ب 21 ونص. اكيد مش هناخد ده بالسعر ده، هتبقى بكام للمتابعين؟ 19800. ركزوا معانا، دي مستورده يا جماعه بكل حاجتها. معانا الفريش برده 6 كيلو. 6 كيلو كل حاجتها، بس انا هطلعها فرز ثاني برده. هنطلعها فرز ثاني برده. الموديل القديم شويه للامانه. تمام. عشان الموديل بتاعها بس ما اشتغلتش بحاجتها بشهر كل حاجه. تمام. الكرتونه بس مبهدله شويه.
اوكي انت حاسبها فرز تاني ولا اول؟ انا حاسبها بتاني بسعر التاني، بس هي جديده يا جماعه ما فيهاش حاجه. حلو قوي. وكام النهارده؟ شايف السعر كام؟ مكتوب 14200. هنباعها بكام؟ 14200 12950. ب 12950 بثمن الفوق اوتوماتيك. حاجه كده من ام بلاش. معانا برضو غساله الاطباق 10 فرد وايت بوينت اللي هي التركي. التركي يا جماعه العبد التركي مكتوب ب 20. بصوا بتاعها وثبت الغسيل وكل حاجه، كل حاجتها موجوده. وضمان 5 سنين. وضمان 5 سنين عشان كده تفزيعات بس من جنب بسيطه كده. النهارده وصلت 27000 في الشركه. هي ب 27 في الشركه، وهنا انت قايل لي 20. هناخد المتابعين بكام؟ بصوا مكتوب 20 ب 18800. العروض دي كلها لكل متابعين قناه يوميات مكه يا جماعه. جايبه لكم بقى النهارده اكبر تشكيل ثلاجات فرز اول وفرز ثاني بالضمان والكرتونه وشحن ومحافظات. ركزوا معانا، دي 22 سوبر تك من يونيون. ايه الله تحفه ما شاء الله. بصوا بصوا الجمال. بص انت شوف القرفه. عيله يا جماعه، عيله ثلاجه عيله والضمان معاها 650 جنيه. والايس بوكس برده موجود معاها. بصوا من دور تحت اهو. ثلاجه مستريحه جدا ما شاء الله عليها. حلو قوي. ماما بيلت ان النهارده فرز الارض بتاعتها موجوده 38000. الاول بتاعها 38. احنا هناخد الفرز الثاني بكام؟ 25 ب 25000 جنيه. طب والله والله تحفه. دي فرز انتاج كان زيرو معاها الضمان بتاعها سنه من الشركه. سنه من الشركه كمان. تمام. بتشتغل الناس ضمان سنتين؟ لا لا هي سنه واحده من الشركه. تمام. الشارب يا جماعه الشارب الياباني 16 قدم. بصوا كاتب لكم 27500. ملكوش دعوه بالسعر ده خالص، احنا بناخد اسعار وعروض تانية. بصوا هي رفعت. بصوا دي شهاده الضمان بتاعتها. كنت في الشركه من يومين والله لسه هناك. اول ولا تاني؟ طيب اول ضمان 10 سنين. دي فرز اول ضمان 10 سنين بكرتونتها وكل حاجه ب 26900 بدل 27500 ب 26900 يا جماعه. نيجي معانا للتوشيبا. توشيبا عربي يا جماعه. بصوا 14 قدم. بصوا ضمان 10 سنين. ضمان 10 سنين. دي فرز اول برضه. الفريزر ما شاء الله عليه حجم ومساحه. والمبدا البيضاوي ده تمام. كام النهارده بدل 23 ونص؟ ب 23 بس. ب 23 دي هينزل لكم فيها 500 ب 23000 جنيه يا جماعه. تمام. الحاجات دي كلها اسعارها رفعت. لون جلايب تبع الانتاج الحربي. بصوا دي تبع الانتاج الحربي ثلاجه 350 ده 12 دي ولا ايه؟ 14 دي 14 قدم تبع الانتاج الحربي. نو فروست معاها برضو ايس بوكس اهو بضمانها. الضمان بتاعها في الدرج اهو يا جماعه باين معانا. حلو قوي. دي شهاده الضمان بتاعتها تبع الانتاج الحربي فرز اول. كام النهارده هنعملها؟ 18 و200. الباب بتاع من بره تحسه جلد صح؟ 18 و200 تبع مصنع حلوان. كنت مصنع حلوان. تمام. حلو قوي. في معانا برضو اليونيون اير اللي هي البلاتينيوم. هي 20700. ده اللي هو الاستانلس المط. هنعمل عليها عرض برضو ولا ايه؟ ديجيتال. ديجيتال يا جماعه من بره الشاشه ديجيتال. كام النهارده برضو يا ابو شهد؟ هاخدها اللي يلحقها 19900 بقى وكده واضح. 19900 النهارده. دي يونيون اير 19900 فرز اول ضمان 10 سنين. هنيجي للوحش ده بقى. عايز اقول لك ده رزق اللي ياخده والله والله العظيم. يعني ده فرصه. 2 4 6 7 تدرج ما شاء الله. بواقي تصدير 7 درج. نو فروست بخار. نو فروست. حلو جدا ده. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. بصوا الجمال ده. ديجيتال 7 درج كده تركي مكتوب عليه 23 ونص. احنا هناخده بكام؟ 22950 وده الاخر 22950 بعد الاخر بشوي. بص يونيون اير اللي هي الهيرو وبرده ديجيتال من بره. دي فرز اول. فرز اول الثاني اللي هو بيبقى سوبر شكل. خلينا برده على الاختبارات. بصوا حلو قوي. دي 16 بالضمان. ضمانها قد ايه يا ابو شهد؟ 10 سنين تبع يونيون اير يا جماعه. وكام النهارده هنعملها؟ 22750. ركزوا معانا في العروض دي. في معانا حاجه زي كده فرز اول. دي فرز انتاج بقى. انتاج دي فرز انتاج. بصوا حلو قوي. انا عايز اخد ما شاء الله. الجو ولع يا جماعه. زورونا ما شاء الله. تبريد ده حلو قوي بالضمان عشان اعرف اللي عاملين. بسم الله. هي ما شاء الله شغاله. بصوا لا واللنده بطول ال حلو قوي قوي. تمام. ودي كان برضو هي 20 ونص. التحكم فيها بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. هنعملها بكام النهارده؟ ده تطلع 19800. 19800 يا جماعه. دي سوبر تك معانا بقى وايت ويل العبد 21200 14 قدم. بس انتوا برضو هيتعمل لكم خاص. بصوا الحلويات. لا وايت هنشيل 1000. هتبقى بكام؟ 20200 وايت ويل يا جماعه العبد ب 20200. دي فرز اول برضو يا ابو شهد.
اول بالضمان والكرتونه زي ما انتم شايفين وايت ويل 14 تمام. تسلم ايدك. في معانا بقى حاجات زي كده اسعارها مهاوده برضو للمتابعين. دي سوبر تيك فرز انتاج بضمان من الشركه يعني عشان بتبقوا عارفين. بصوا ما شاء الله ده البخار طالع ايه. بصوا احنا عايزين كرسي جوه الثلاجه دي والله العظيم جو فظيع. بصوا كده هي مكتوب 17850 متابعين كام؟ ان شاء الله تبقى فاتحه على 17 بس. ب 17000 هيشيل لكم منها 850 كمان يا جماعه. الهامبورج دي ارخص ثلاجه في مصر بيتهيألي. مفيش بعد كده. الناس اللي عايزه حاجات مهاوده شويه و... ما ياكلهاش المصري. كام دي؟ كام قدم؟ 11912000. 12 قدم ب 11900 هامبورج يا جماعه. دي فرز اول بالضمان والكرتونه صح؟ ده فريزر 6 درج وانا عايش. مش هنعرف نفتحه عشان بس الفريزر ده. الناس على الواتساب بعت لي صور واضحه. تمام. ده 6 درج ديجيتال بره. بساب بطور موتور ال جي صح كده؟ 6 درج. 6 درج اللون الاسود عامل كام؟ 17 بس. 17000 جنيه. تسلم ايدك. معانا التلاجة دي برضو يونيون اير. دي تبع يونيون اير 14. دي 14 دي نو فروست. لا دي فروست. دي فروست دي بتعمل تلج بسيط. حلو قوي. فرز اول ولا كام؟ 18000. اول ضمان 10 سنين. فرز اول ضمان 10 سنين كام النهارده؟ 15700. الثلاجه دي النهارده على 15700 فرز اول بالضمان والكرتونه والمكنس دي برده اوكي. هنشوفها برده بس عايزه اقول لكم ان عندنا تشكيل حلو جدا. عندنا تكييفات كمان يعني جبنا لكم تمام. تكييفات هاير يا جماعه تمام. ساعة في المنطقة الصناعية تمام 45 كيلو جرام ما شاء الله عليه. ده 1.5 حصان. 1.5 حصان بارد ديجيتال بلازما. بارد بس بارد ساخن موجود. تمام. بارد ساخن موجود هيبقى عامل 21700. 21700. طب البارد 19850. 19850 سبع سنين ضمان. سبع سنين يا جماعة ركزوا معانا في العروض. مفيش صور. تمام. عندنا برضو ال تمام. بصوا مبرد اسمه كول ستار. كول ستار مبرد ميه ولونه تحفه يا جماعه. حنفيه. اتنين حنفيه وثلاجه تحت. ثلاجه وفريزر. اتنين حنفيه موجوده اهو. هو ثلاجه وفريزر ولا ثلاجه بس؟ ثلاجه وفريزر اهو. ولا ثلاجه بس؟ ثلاجه بس. ثلاجه بس. حلو قوي. كام النهارده؟ ده هيبقى عامل 3950 بس. 3950 بالضمان بتاعه من كول ستار يا جماعه. تسلم ايدك. تمام. عندنا برضو المكانس يا جماعه وحش مستوى. توسع كده. بص عندنا تشكيله مكانس كبيره. منها بقى بواقي التصدير ومنها الموجود منه في بصوا مكنسه ما شاء الله. دي اللي هي البرميل. كام لتر دي؟ 21 مكتوب. 21 كمان. 21 لتر يا جماعه. بصوا البراند بتاعها برضو زي ما انتم شايفين اهو. سعرها النهارده معدي ال 6700. تمام. احنا بقى بكام؟ ب 4900 بدل 6 وكسور. عايزاكم بس تعملوا سيرش. اللي مش هتلاقوا عليه خصم ما تشتروهوش. انا اللي بقول لكم كل حاجه موجود منها كميات يا جماعه. تمام. اركو تركي كلها مستورده. ده كله تركي. دي كلها مستورده اصلا. تمام. دي برده مستورده تركي. ده كله بلاستيك. تمام. ده كله بلاستيك. حلو قوي دي برده. ودي كام؟ دي ان شاء الله تبقى عامله 3750. 3750. عندنا كميات من اللي هي دي يا جماعه. البانيسونيك 3800. 3800 للجي جي 3900. 3900 بس دي الكوبي. دول الكوبي بضمان الشركه. بضمان الشركه برضه. في معانا دي في الايتا. ارفع يا حبيبي الاي تي اي البطل. اللي هي البطل حلو قوي دي برضه. كام النهارده؟ 2950. تسلم ايدك. تمام. عايزاكم بس تشوفوا الوحش ده من توشيبا تورنيدو استانلس مط من بره 17 كيلو. يعني احدث واخر حاجه موجوده توشيبا نزلتها للفوق اوتوماتيك. وحش يا جماعه ما شاء الله عليه. يعني بطاطين لحفة تحمل عيال جوه. يعني بصوا ما شاء الله حلو قوي قوي. ميزان ميه. ده الميزان الميه بتاعها يا جماعه حاجه محترمه قوي. كل حاجتها بس فيه. كل حاجه. تفرز اول ولا تاني؟ اكيد اول. اول يا جماعه. دي اول بالضمان والكرتونه 17 كيلو. ركزوا معانا. 24700 النهارده. واحنا بنبيع بكام؟ احنا بنبيع بكام؟ 20850. 20850. حلو قوي. الباب برضو سوفت كلوز زي ما انتم شايفين. حاجه قمر. ايه الحلاوات دي؟ 13 الانفرتر. 13 انفرتر برضو تبع تورنيدو يا جماعه. بصوا شغل تورنيدو كله النهارده حاجه فخامه بجد. ايه الحلاوات دي؟ بصوا ما شاء الله عليك. كبيره جدا. حلو قوي. انا حاسه
ومزام ميه برضو ليها زي ما انتم شايفين شغل ديجيتال. لا وبرضو ستانلس مط، ده الشغل الجديد بقى مش الصاج، حلو قوي قوي. واللون اللي هو البلاك الاسود كام النهارده؟ دي برضو الانفرتر، الباب بتاعه برضو هيدروليك اللي هو سوفت كلوز. كام النهارده؟ ان شاء الله نعمل على خصم تبقى بكام؟ 21 اصلا. واحنا نبيع بكام؟ تمام ان شاء الله نبيع على 18850. 18850 بدل 21. تسلم ايدك. تمام اعمل سكرين واعملي بحث. تمام هنيجي معانا برضو لفريش ال 12 كيلو فرز اول بالضمان والكرتونه. احنا بنبيع بسعر الفرز الثاني والمستعمل دي 12 ب 14500. تمام الباب برضو هيدروليك زي ما انتم شايفين. دي ال 10 اعذرونا معلش، دي اللي هي ال 10 كيلو بتاعتها، اهي الحله بتاعتها برضو فرز اول بالضمان والكرتونه. كام النهارده ال 10؟ ب 12500. دي 10 كيلو ب 12500. الباب بتاعها برضو هيدروليك يا جماعه. هنيجي الفريش الثمانيه، ودي بتبقى بارد بس من اول ال 10 بارد وسخن كل الماركات عشان تبقوا عارفين يعني. بصوا اهي دي بارد بس اللي هي الثمانيه، حلوه برضو ماشي الحال ب 9000. طب والله حلوه برضو بثمن اللي هي الحوضين زي ما بنقول 9000، حلوه جدا. الكترو ستور فرز ثاني، هي فرز ثاني شبه اتباعت يعني خلاص، هي شبه اتباعت ما علينا بس انا عرفت. 9000 جنيه 10 9000 10000 10 كيلو ونص. تمام حلو قوي. فرز تاني برضه تسلم ايدك. هنيجي بقى هنا الغسالات النص اوتوماتيك ومبلاش الفريش. فريش 12 كيلو شحن يا جماعه محافظات، اي جهاز انتوا عايزينه فرز اول وفرز تاني هيتشحن لكم محافظات، بيجي بالضمان والكرتونه وكل حاجه. العصاره بتاعتها ما شاء الله حلو قوي. دي 12 كام النهارده سعرها؟ ب 7850. تمام ونيجي للفريش دي برده بالعصاره، دي ب 8 10 10 بترومبا، المفتاح ده بتاع الترومبا بيتهيألي اللي بتحول للشطر. تمام حلو قوي. بصوا تمام بالتخفيف بتاعها كل اول بالكرتونه والضمان، كل اول بالكرتونه والضمان. كام برده النهارده؟ ب 7200. تمام وترومبا 8 وكسور. عندنا دي برده غساله اهي يا جماعه، كام كيلو دي؟ طبعا الانتاج الحربي برده، جبنا لكم ثلاجات انتاج حربي وجبنا لكم غسالات. كام برده دي؟ 14 14 كيلو. تمام وسعرها؟ حلوه مساحتها حلوه مساحتها معقوله كويسه. كام برده دي؟ اقول لك على حاجه، قول لي 6700 وقعد عليا يا رب. ب 6700 الغساله، ب 6700. ركزوا معانا في كل العروض دي يا جماعه، عندنا تشكيل حلو جدا. اللي لسه متابعني بالله عليكم لايك وشير، ولو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو كامل بكل عروضه هتلاقوه انزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب، ادخلوا شوفوه. تشكيله بقى من الشاشات وكلها فرز اول زي ما انتم شايفين، حلو قوي. السمارت ستار فيجن تمام، دي 50 سمارت 4K، سمارت و4K تشتغل معاكم يوتيوب فيسبوك نتفليكس كل اللي انتم عايزينه. كام النهارده دي؟ تطلع ب 14000 ونص. حلو قوي دي برضو سعرها حلو جدا، 50. ركزوا معانا تسلم ايدك. تمام بوصه سمارت عادي برضو، اي ال سي شاشه دي محترمه قوي. تمام 40 بوصه اندرويد. تمام سمارت اندرويد كام؟ 7800. ب 7800 ل 40 بوصه خصم عشان خاطر متابعين مكه. الله يخليك. وكل الحاجات الحلوه اللي تحت الفيديو دي. ستار فيجن برضو كام؟ 32 عاديه. تمام فول اتش دي، فول اتش دي عاديه ب 4950. عندنا النهارده عرضنا لكم ال 50 وال 40 وال 32، عندكم الاختيار. ورينا اللي وراك دي معلش يا باسم، ال 24. بصوا دي شاشه ضد الكسر برضو، دي قلت لي 24 بوصه. كام النهارده؟ ب 2950. عايز اقول لكم مكتوب 3750 هتغوضوها ب 2950. ركزوا معانا في كل العروض دي. الاير فراير بقى والخلاطات والشغل العالي بقى بتاع تكسير الازاز، وشايفه احجام كبيره كمان جت معانا. بص التشكيل ما شاء الله عليه، 3 لتر ونص دي 3 ده الخلاط 3 لتر ونص. طب اللي نقول الاول الاير فراير ده كام؟ اسمه جاماكي ولا ايه؟ جاماكي بتاع الفرن محترم قوي، حلو قوي ده، عليه خصم حلو. عليه خصم حلو. بنبيع الاقايب 5. تمام 5 لتر، ده 5 لتر طبعا الكتالوج وكل حاجه، كل حاجه تمام اهي، وهتلاقيه مقفول من الجنب. تمام بصوا ده، لا ونزل الوان على طول، كان بينزل اسود دلوقتي نزل معاكم اللي هو الالوان، في لزق بس يتشل كده عشان هو لسه مفتوح. ده 5 لتر حلوه الحله بتاعته برضه، والله حلوه برضه. كام النهارده ده؟ هنعمله بكام؟ 3500.
بس 3200. بص من فوق كل حاجته اهي يا جماعه على 3200 زي ما انتم شايفين. تمام. بص الخلاط ما شاء الله اللهم بارك. طب قبل ما نخلص في اير فراير ثاني ولا النوع ده بس الموجود؟ ده النوع الموجود حاليا. تمام. عندنا برده تشكيله كبيره جدا من الخلاطات يا جماعه. هنبدا بايه معانا؟ وحش ده. وحش ده. ده. بص كرتونته قد ايه؟ مكتوب 2450. بس احنا مش هناخد بالاسعار دي، العروض دي اللي هيجي تبع مكه بس. لا تقلل لنا شويه يا ابو شهد. ايه يا ابو شهد؟ تنازل خصومات من اول الفيديو، كمل للاخر الجنيه. بس هو احنا حارقينه اصلا. ده محروق سعر. طيب ماشي. 2000 جنيه بس ان شاء الله. ده ب 2000. طب ما احنا نزلنا هو برده. نزلنا 450. ده 3 رتل هيطلع معانا ب 2000 جنيه. حلو والله. كرتونته ايه يا جماعه؟ تمام. ده بالوانه اللي هو ده يا جماعه بالوانه، وده كان برضه بسم الله ما شاء الله. وجاي معاه المطحنه ولا مطحنتين؟ ايه مطحنه واحده؟ لا كل واحد له مطحنه. كل واحد له مطحنه. حلو قوي. كام ده برضه؟ ان شاء الله بتاع ب 1650. 1650 اللي هو ده يا جماعه. تمام ب 1650. حلو جدا. والصغنن القمر ده استرفيشن بدات تغزو السوق شويه، شايفاه ثلاجات بتغازات مكانس كله. بص جميل جدا. كام النهارده الاستارت؟ ب 1350. ب 1350 معانا الفريش. ده فريش الشعبي. ده الفريش اللي هو الشعبي العادي. كام النهارده؟ ب 850 جنيه الفريش يا جماعه. معانا الكبات السكاني. كبه السكاني يا جماعه حاجه محترمه وكلها ستلس. دي اللي هي 8 ولا ايه؟ 8 وفي 6 ونص. في 6 ونص وفي 8. حلو جدا. كام دي برده النهارده؟ 3 ونص. 8 لتر. 8 لتر ب 3500 جنيه. ركزوا معانا في كل الاسعار. ال 6 ونص عامله كام؟ 3 بس. 3000 بس يا جماعه. تمام. تسلم ايدك المكوه. تمام. ايه عطا؟ ايه تي ايه؟ كام النهارده؟ كام؟ 950. 950. اهي البخاري يا جماعه على 950 جنيه. تمام. مونوليكس المصري. عايز اقول لكم ده المونوليكس اللي هو بقى شامل كل حاجه. 38 وظيفه زي ما بنقول. كام النهارده؟ 2000 ونص. 2500 بدل 2700. ركزوا معانا ده كامل ينفع عروسه حاجه محترمه. الكشافات بما ان النور يعني عامل معانا الجلاشه اليومين دول فربنا ينجينا. 850. ده فرن فرز تاني. فرز تاني جاك. جاك عشان ايه فرز تاني؟ نقره. نقره بس. انما هو الجهاز نفسه ما بيبقاش فيه اي حاجه. شويته كل حاجه. حلو قوي. شويته برده. والصينيه بتاعته. تمام. كل حاجه. وادي الصاجه بتاعته. شبكة وفي صاجة تحت. يعني جاي معاه كمان صينية. يعني حاجة محترمة. كام النهاردة ده؟ ده انا كنت عاجبه 2700. قول لي حاجة. قول لي. 1950. ب 1950 رزق اللي يجي ويلحق الفرن ده يا جماعة. عندنا المسطح. 950. ب 950 جنيه. أسعار من اللي هي ببلاش زي ما بنقول. الكاتل. كاتل اهو يا جماعه. ده اللي هو الاستلس. 200 جنيه ان شاء الله. ده ب 200 جنيه. كاتل الاستلس على 200. اي حاجه من اللي انتوا عايزينها اعملوا عليها سكرين وابعتوها على الواتس. انا برضه معيش مراوح. تمام. المراوح ده اهم حاجه. استنى لي معدي لك هناك. كملوا الفيديو هتلاقوه نزل لكم حالا على يوميات مكه على اليوتيوب لو كنتوا بتتابعوني فيسبوك او تيك توك. بصوا كده معانا برضه المراوح اللي هي دي. تمام. كام دي؟ 1250. في منها يا جماعه كميات مش بنعمل. والحائط اللي هي اللي فوق دي كام برضو دي؟ 1000 جنيه. دي ب 1000 جنيه النهارده. تسلم ايدك. تمام. طب والفرن ال 1450. ده حاجه وده حاجه. اللي هو ده 2000 ونص. ده ب 2500. اللي جنبه ده كذلك هيطلع بسعر الفرز الثاني. هيطلع ب 2000 بس. ده ب 2000 جنيه بسعر الفرز الثاني. تعبتك معايا يا ابو شهد. في حاجه ثانيه ما عرضناهاش؟ تعالوا ما نشوف الفران برضو اللي معانا موجوده بره. دي الفران العموله. كام النهارده الفران العموله؟ خليك زي ما انت. ده متر. ده متر مكتوب 3 ونص. سيبكم السعر ده. ب 3000 بس. في ده ب 4 ونص. ده ب 4500. تمام. ده التقيل المحمل. طب والصغير؟ ده ب 2000 جنيه. تمام. تعبتك معايا يا ابو شهد وشكرا جدا. هسيب لكم الارقام على الشاشه. ولو عايزين تشوفوا الفيديو كامل كل شويه افكركم. لو انتم بتتابعوني فيسبوك تيك توك واي انستجرام هتلاقوا الفيديو كامل نزل لكم على قناه يوميات مكه على اليوتيوب حالا بكل العروض الموجوده في المكان. لو بتتابعوني يوتيوب بقى وحبايبي من زمان فلايك وشير ودعوه حلوه من قلبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.